اجيب الجلاش كده. عندي اهي الطبقة الاولانية، تمام، اهي فرداها، ما عنديش اي مشكلة، فرداها عادي جدا. هي طرية علشان موضوع الفوط اللي قلنا عليه، وعشان طلعت بردت ما طلعتش من الفريزر الفها على طول، دي الغلطة اللي كلنا بنقع فيها. بحط كده السمنة، طبعا لما بتكون سمنة بلدي بتكون احسن جدا. حلو قوي. طبعا دي من الوصفات المنتشرة بقى في كل البلاد، يعني كل بلد بتاخد البقلاوة دي وتحط عليها بقى الحاجة بتاعتها المميزة بيها. حلو قوي كده. طبعا هي عشان بتتحشي فسموها بقلاوة، علشان هي بتيجي من فكرة ان بتتحشي دايما بقوليات زي الفول السوداني، فكل مسمى بتاع حلويات بالذات بيبقى وراه سر كده. احنا كده دهناها سمنة. بقفل بقى الكتاب اللي احنا عملناه ده، يعني هي اتفتحت كده، دهنت سمنة هنا جوه، لازم ادهن سمنة بره قبل لما احط المكسرات. اهي بدهن السمنة كده. بندهنها بحيث ان هي تكون طبقة، لكن ما تقلبش تقطم الجلاش، مهم ان هي تكون طبقة بس، يعني تكون في الاخر طبقة خفيفة مش تقيلة. وبعدين بجيب الطبقة بتاعة الجلاش، عايزين بقى ايه نركز في الحتة دي، بجيب طبقة الجلاش ببتدي الف كده. لحد ما اوصل لتالت لفة اقف بقى هنا وابتدي احط المكسرات. ياريت ما نكترش قوي، نحط حوالي معلقة نفردها بالعرض علشان السمك بتاعها في الاخر يبقى مظبوط. بصوا السهولة، بصوا السهولة، باجي في الاخر وبكرمش الخليط ده كده، بعمله كرمشة، بضغطه كده واجيب بايركس يستحسن، او اي صينية فرن تثقوا فيها ما بتحرقش، حط سمنة تحت، ان احنا عملنا اللي جوه ما عملناش تحت ما عملناش فوق. بعد ما اضغط كده، اضغطها جدا كده، اروح شايله العصايه، تبقى عندي اول طبقه اهي جاهزه ان هي تدخل الفرن. هعمل معاكم واحده تاني عشان نشوف قد ايه هي سهله وبسيطه، مفيهاش اي صعوبه. بنعمل ايه؟ بنفرد طبقه الجلاش كده، وبعدين بنحط طبقه السمنه بالراحه كده في جزء من الطبقه اللي جوه، جزء مش كل، عشان اعرف الف بعمل كده. يعني من نوع الحلويات الجميلة، بس الغلطة اللي ممكن نغلطها ان نحط الشربات ونسقيه بيها، دي غلطة، لازم الشربات يبرد، ما ينفعش يبقى سخن على سخن، لازم يبقى هو ساقع وهي سخنة. بعدين بقفل الطبقة الاولانية كده، كده الطبقة الاولانية اتقفلت معايا ولزقت في بعض وجاهزة وجميلة. بعدين بحط على الطبقة اللي فوق، استاذ فهمي الاخراج بيسأل ممكن نحط كاستر او كريمة؟ ممكن، بنعملها زي الكنافة المحشية كده، بس انا قلت النهاردة اول مرة نعمل بقلاوة في البرنامج، فقلت اعمل اسهل طريقة، اسهل حشوة المكسرات، او في ناس ما بتحشيهاش كمان بتعملها كده لوحدها كأنها جلاش ملفوف. وبعديها نبتدي نتعمق فيها بقى، نعملها بالشوكولاته وبالكراميل وبالكريمه، هنعملها بقى، هنلف بلاد العالم مع البقلاوه. دهنت الطبقه اللي فوق، بروح جايبه العصايه بتاعتي كده، وامسك ايدي في اول طبقتين، اكون بس شديده شويه عشان اتحكم، عشان ما يتكسرش مني. اقف هنا، اروح حاطه المعلقه اللي احنا قلنا عليها،
معايا صديق البرنامج دكتور وليد هندي. ازيك يا يا دكتور؟ منورانا دايما يا نورة، يعني اسبوع كده ما تكلمنيش وكل حاجة حلوة وجميلة. ميرسي يا دكتور. النهاردة بقى عاملين البقلاوة المصري، يعني طبعا دي من الحاجات اللي كل المصريين بيحبوها، اكيد انت كمان بتحبها جدا جدا جدا. بس البقلاوة عاوزة صنعة يا نورة، ما احنا بنعلم الناس اهو يعملوها في البيت. لا بصراحة يعني الله ينور، يعني انت عارفة دايما الحلويات بنقول بترفع من الحالة النفسية عند الانسان، طبعا يعني بتعدل مزاجه. طبعا بالذات اللي فيها شربات دي بتوديه حتة تاني خالص. يعني حتى كان في مفهوم خاطئ زمان يقول لك يا عم ما تاكلش سكريات كتير تجيب لك اكتئاب ولا تجيب لك سكر. لا طبعا لقينا ما فيش الكلام ده، ده انت مجرد بس الاطفال تقول لهم انا عامله حاجه حلوه تلاقيهم يقولوا ايه الريحه، اصلا الريحه في البيت بتبقى جباره. بالظبط كده، هو بالظبط، يعني لانها حتى يعني عارفه بتعمل ايه؟ بتعمل جوده حياه نفسيه. دي حقيقه يعني. طبعا حقيقه. تخيلي كده ابنك مثلا لما يصحى من النوم يفتح الثلاجه ويلاقي كده تورته، يلاقي بقلاوه، يلاقي هريسه، يلاقي حاجه حلوه، شوفي سعادته تبقى عامله ازاي. طبعا يعني شوفي احساسه بالبهجه والفرحه. وعايزين نعلم الناس يا دكتور انه الحاجات دي ينفع نتجرأ ونعملها بيتي كده، يعني كنت لسه بتكلم انه الموضوع مش صعب زي ما الناس متخيله. صحيح صحيح. بس انا ليه عندك سؤال يا نوره والنبي، هو البقلاوه دي اصلا مصري ولا تركي؟ بص هي كل البلاد بيعملوها بطريقتهم، بالحشوه بقى المشهورين بيها او المكسرات بتاعتهم. احنا بنعملها في مصر وفي لبنان بيعملوها، بس بيحطوا ميه ورد وهيل وحاجات مختلفه. احنا بنعملها اكتر بالشربات العادي بتاعنا. بس انا النهارده مثلا محليه الشربات بميه الورد، بس قلت ان في ناس بتحليه بالبرتقال. هما مثلا الاتراك بيحشوه بالمكسرات الخضراء بتاعتهم، الفستق الحلو قوي ده بتاعهم. احنا بنعمله بمكسرات عاديه، فكل بلد بتعملها بالميكس بتاعها بالحاجه اللي هي مشهوره بيه. انا اكلتها في لبنان بالقشطه واكلتها بره بالكريم. كان لسه المخرج بيتكلم انه ممكن نحشيها قشطه. رهيبه طبعا صح. دي حاجه قشطه خالص. حاجه قشطه خالص. بس انت بتفضلها بايه؟ يعني انا بحبها عاديه كده زي ما كانوا اهلنا بيعملوها لنا. يمكن انا حتى شايف انت عاملاها بتجمعي بين طريقتين، من الطريقه الكلاسيكيه القديمه وبين الحداثه والتاتش بتاعك الحلو ده اللي بيخلي فيه جمال فوق الجمال وحلاوه فوق الحلاوه. يا دكتور ميرسي ميرسي، كلك ذوق. والله. وبعدين خدي بال حضرتك، يعني دايما البقلاوه بالمناسبه بترتبط بالسلوكيات عند الناس. يعني لما يبقى في جمع مثلا، يعني دي من ضمن الحلويات اللي بيحب الناس تاكلها في وسط جماعه. أيوة. يقول لك ايه ما تجيب لنا شويه بقلاوه. مش بتاعت حد لوحده فعلا. عايزه عزومه او مناسبه. بالظبط كده هوت، يعني بتبقى جميله جدا، بتمثل عمل جمعي وقاعده كده على موضوع حلو بنتكلم فيه وفيها جو من البشاشه والفرح والمرح والسعاده. دي حقيقه. يعني حاجه بقلاوه. يعني على حد يعني عندي حاجه بقلاوه صحيح. انت عارفه ان كان زمان في الدوله العثمانيه القديمه كان بيطلع موكب للبقلاوه دوت، يعني يطلعوا للسلطان بموكب من البقلاوه، تخيلي. ايوه ما هي لا من الوصفات بجد الجميله، يعني هي فيها فعلا كانوا لسه بيقولوا بتعملي عمليه جراحيه، فيها فن يعني. بالظبط كده هو، فيها فن وفيها سنس يعني. بالظبط. طب تفتكري ايه اللي ممكن يبوظ عمال البقلاوه؟ استاذ معتصم رئيس تحرير بيقول ان في فن وتالق في البرنامج ومع حضرتك. والله انت دايما التالق يعني بصراحه فعلا ورؤيه واسلوب طرح، يعني دخلنا بايمج جديد في المطبخ المصري. ربنا يخليك يا دكتور، كلك ذوق. والله ده يمكن سر تالقك وسر يعني جمال ابداعك وسر تقبل الناس، وان هم قاعدين. حتى انت عارفه لما بطلعش معاكي اسبوع الاقي ناس بتكلمني وبعتلي على السوشيال ميديا فعلا. والله لان يعني بندي مزيج حلو قوي ما بين الاكل وما بين اكيد احنا بننبسط لما بنسمع صوتك يا دكتور. صحيح بقى، يعني ربنا يكرمك كده ودايما يا رب تجودي كمان وكمان. ميرسي يا دكتور، ميرسي ميرسي لمداخلتك ومبسوطه اني سمعت صوتك، ميرسي جدا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بندهن الصينيه من تحت سمنه، وبعدين بعد لما بنعمل الرول بندهنه برده على الوش سمنه تاني. ندخلها بقى على 160 من 35 ل 40 دقيقة.